ولسه طبعا بعد مباراة النهائي الأرقام دي هتروح في حتة تانية خالص، بالذات بالنسبة للسيتي لو إن شاء الله إن شاء الله ما يعملش جوارديولا الإفيه بتاع كل سنة ويخسر البطولة، لكن إن شاء الله السيتي السنة دي جاهز وحاضر للقب البطولة على حساب الإنتر. على كل الأحوال كلها أيام ونشوف. خلينا نروح لضيفنا اللي بيشرفنا في سادسة، واحد طبعا من أساطير الكرة في كولومبيا، فرانسيسكو ماتورانا المدرب السابق طبعا لمنتخب كولومبيا، ودرب عدد كبير من الأندية في أمريكا اللاتينية، ودرب أتلتيكو مدريد في إسبانيا. خلينا نرحب بيه ونشكره على مشاركته معانا. طبعا أهلا وسهلا بيك، بشكرك على وجودك معانا في السادسة، أهلا بيك. Muy buenas tardes. مساء الخير. في البداية أود أن أشكر حضراتكم على هذه من قلبي على هذه الاستضافة التي تمثل تميز كبير بالنسبة لي، والحديث عن كل ما يتعلق عن كرة القدم. طيب خليني ابدا معاك الحقيقه قبل ما ادخل في موضوعاتنا او اسئلتنا المتعلقه طبعا بالكره وباوروبا وبكولومبيا تحديدا. خليني انا يعني مش عارف، هل الصور اللي جات لك دي هدايا ولا انت كنت فعلا في زياره لمصر؟ لان انا شايف مجموعه من اوراق البردي عليها رسومات مصريه قديمه، فاعرف القصه ايه. الحقيقه هي ظاهرة أو دليل على الصداقة الكبيرة التي حظيت بها عندما كان سنحت لي الفرصة لكي أشارك مع كل هذه الصور مع بيليه. لقد كانت لحظة خاصة للغاية، كنا في فترة التسعينات وكنا نصور مثل فيلم وثائقي لإحدى العلامات التجارية في كرة القدم، وسنحت لي الفرصة والشرف لكي نعيش سويا لمدة أيام في هذا المشروع، والتقطنا بعض الصور. ولكن فيما يتعلق بقيمة كل شخص من كل واحد منا كان يمسك بالكرة، وقلت للمنتجين حينها يجب إظهار القيمة التي تعنيها هذه الصورة، بالطبع بيليه المعروف في كرة القدم، والتقطنا الصورة والتقطنا الصورة معا بكرة القدم، وانتهى تصوير الإعلان فيما بعد، والأمر كان شرف كبير بالنسبة لي هذه الدعوة وهذه الصورة. وقال لي أن كرة القدم هي كنوع من المشاركة، وهذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم التي وموقعة ومهداة لفرانسيسكو ماتورانا من بيلي، وهو كرم كبير من الملك، ما يعكس أهمية مشاركة مثل هذه اللحظات في كرة القدم. هي أحد أهم اللحظات في حياتي وفي كرة القدم، والتعلم الذي تعلمته من شخص مثل بيليه. طيب عايز اتكلم معاك عن زيارتك لمصر، واضح ان في بعض الصور او اعتقد دي حاجات على ورق بردي، البرديات دي كانت يعني نتيجه زياره لمصر ولا تلقيتها كهديه من احد الاصدقاء؟ لقد سنحت لي الفرصة عندما ذهبت في 2011 للنصر السعودي. المترجم الخاص بي كان محمود فايز المدرب السابق للمنتخب. هو شخص مثقف جدا في كرة القدم، وشخص على المستوى الشخصي هو شخصية رائعة، وكان يريد أن يتعلم كل شيء من المدربين العديدين الذي عمل معهم، وأنا أحدهم، وهذا ما ساعده على تقوية مهنته كمدرب الآن في كرة القدم. هو شخص
محترم للغاية، شخصيا مثقفة مهذب ولديه النهم الكبير للتعلم، ولقد أحضر لي هذه الهدايا من مصر. طيب خلينا ندخل ونبدأ، أبدأ كلامي معاك بالليجا الأسبانية السنة دي، وأنت كنت واحد من المدربين اللي عملوا بيها واشتغل معها، واحد من أكبر الفرق في إسبانيا فريق أتلتيكو مدريد. رأيك في الليجا السنة دي، رجوع البارسا مرة تانية، تتويج البارسا مع تشابي، إزاي شفت النسخة الأخيرة أو النسخة الحالية من الليجا الأسبانية؟ أعتقد أن الليغا الدوري الإسباني هناك الكثير لكي نتعلم منه، من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني الليغا أو كرة القدم الإسبانية بشكل عام لقد فازت باللقب لبطل العالم في 2010 في جنوب أفريقيا، في لحظة تاريخية إسبانيا غيرت فيها ثقافتها الكروية بشكل عام. إسبانيا لم تكن لها نفس القدر من الأهمية في كرة القدم قبل هذه اللحظة، ولكنها بعد مونديال 2010 ولقب إسبانيا الأمور تحولت تماما، لكي تتحول بعد ذلك إلى أحد أهم عناصر كرة القدم. ما تمثله إسبانيا لكرة القدم في الوقت الحالي هو أمر مهم للغاية فيما يتعلق بالمدربين والمستويات التي تقدمها الفرق، وما قدمه ديل بوسكي مع منتخب إسبانيا وأن يقود منتخب إسبانيا للقب بطولة العالم. وهنا أمر مهم يجب أن نتعلم منه، أن رغم السنوات العديدة لإسبانيا في كرة القدم إلا أنها استطاعت في النهاية أن تتحول إلى أن تكون بطل. يجب أن نتحلى بالصبر، الأمر ليس مجرد ببساطة لعب كرة القدم وأن تقوم بعمل مشروع لكرة القدم لكي تكون بطل العالم، هي عملية طويلة لكي تكون الأفضل. وهذه الكرة، كرة القدم الإسبانية، منذ تلك اللحظة اكتسبت احترام الجميع، احترام كبير، ومنذ تلك اللحظة تحول الدوري الإسباني أيضا إلى أحد أهم الدوريات في العالم. كل شخص لديه طريقة التعلم الخاصة به، ولكن بشكل عام بالنسبة لي الدوري الإسباني ينافس الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي. ولكن خليني أقف عند الجزئية دي، مهم جدا نقول أنه سواء من مشاركة إسبانيا في كأس العالم وخروجها مبكرا على يد المنتخب المغربي طبعا الشقيق، أو على مستوى مشاركات الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية وأهمها طبعا تشامبيونز ليج، خرج الأتلتي، خرج البارسا، وأخيرا خرج ريال مدريد. هل بتشوف أنه الأندية الإسبانية بتعاني وستعاني في المواسم القادمة وتحتاج إلى تجديد دماء أو تحتاج إلى صفقات من النجوم الكبار يقدروا يستعيدوا مرة تانية قوتهم وتواجدهم على ساحة يعني المسابقات الأوروبية؟ أعتقد أن كرة القدم الإسبانية تمتلك كل شيء، البنية التحتية لكي تقاتل وتنافس على كل الألقاب وكي تترقى في المستوى وتنافس على أعلى المستويات. لقد وصلت إلى هذه اللحظة في 2010 وهي لحظة تاريخية بطبيعة الحال، وهي اللحظة التي كانت إسبانيا قدمت أكبر عدد من اللاعبين الدوليين للدوريات المختلفة، وهي كانت لحظة فارقة في الكرة الإسبانية، وكان عليها أن تحارب على هذه المكانة مع كبار المنتخبات، واستطاعت أن تقدم العديد من الأسماء فيما يتعلق في اللاعبين والمدربين والكرة الإسبانية. كانت مرت بعملية مهمة من إعادة التكوين مع يوهان كرويف في برشلونة،
المستوى الكبير الذي قدمه مع برشلونة في تلك اللحظة وتقديم كرة قدم مختلفة ألهمت العالم فيما بعد. شاهدنا ريال مدريد يتأهل لنهائيات عديدة في دوري الأبطال وهو قادر على العودة للمنافسة مرة أخرى. هناك أيضا الكرة الإيطالية دخلت في المنافسة مع الكرة الإسبانية مع إنتر والميلان. شاهدنا إنتر يتأهل للنهائي، ولهذا أعتقد أن هذا الطريق فيما يتعلق بالمشاريع التي تقوم بها الكرة الإسبانية. الأمر لا يحدث بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج لي العديد من التجارب والصبر لكي تصل إلى ما قدمته في 2010 وأن تعود لتكون بطل العالم مرة أخرى. كان ليك تجربة مع أتلتيكو مدريد، وأتلتيكو مدريد بالتأكيد واحد من أكبر وأقوى الأندية مش بس على مستوى إسبانيا لكن على مستوى قارة أوروبا. عنده ظهير جماهيري كبير، عنده إمكانيات مادية لا تقل عن برشلونة ولا عن ريال مدريد، ومع ذلك يعاني في الحصول على اللقب أو على الوصول لمنصة التتويج. رأيك في تجربة أتلتيكو مدريد وإيه اللي ينقصه عشان يكون واحد من كبار القارة الأوروبية؟ عندما وصلت إلى إسبانيا وجدت بعض النواقص والأشياء التي كانت تنقص سمعت من العديدين من المدربين ومن اللاعبين. كنا نتحدث عن فيما يتعلق بميزانيات كرة القدم، ولم يكن هناك الاهتمام الكبير بكرة القدم وبالبنية التحتية وبتنشئة اللاعبين الشباب. ريال مدريد هو كان المسيطر في تلك اللحظة ويأتي من بعده برشلونة. من المهم جدا أن تعد ميزانية كبيرة لكي تستطيع المنافسة على الألقاب وأن تكون أحد الفرق الكبيرة للمنافسة سواء على اللقب محليا. الميزانية الخاصة بعملية تكوين المشروع، ولهذا عندما وصلت كان هناك أتلتيكو مدريد، كان هناك فالنسيا، كان هناك أيضا فالنسيا، كان فريق فالنسيا أحد الفرق الكبيرة. أعتقد أنه من لكي تنافس على الألقاب مرة أخرى يجب أن تمتلك. سينيور فرانسيسكو، مستر فرانسيسكو، خليني أسألك على الكرة الكولومبية. يهمني كمان أقف مع تجربة كولومبيا، لأنه كولومبيا واحدة تعتبر على مستوى اللاعبين المحترفين في الخارج خامس دولة على مستوى العالم. إيه اللي وسع قاعدة اللاعبين؟ إيه اللي اتعمل في كولومبيا خلى عندهم هذا القدر من أو هذه الكمية من اللاعبين المحترفين وخصوصا طبعا في أوروبا؟ كرة القدم الكولومبية، كولومبيا كانت معروفة بالمشاكل الاجتماعية وهذا كان يؤثر على كرة القدم حتى ظهر منتخب 1990 الذي تأهل مع كولومبيا إلى كأس العالم في إيطاليا. ومنذ تلك اللحظة الأمور تغيرت بشكل تماما، الجميع اعترف بالكرة الكولومبية وحظيت بالتقدير اللازم منذ تلك اللحظة. كرة القدم الكولومبية تمتلك المواهب، نمتلك المرآة الخاصة بنا سواء في الأرجنتين أو في البرازيل، نحن نتعلم منهم وحافظنا على مستوى التطور فيما يتعلق بالاهتمام بتثقيف المدربين واللاعبين والبنية التحتية أيضا. نعلم أن هناك لاعبون يمارسون كرة القدم، ولكن يجب أيضا أن نهتم بما يتيح لهؤلاء اللاعبين ممارسة كرة القدم في أفضل الظروف فيما يتعلق بالبنية التحتية.
ونحن نتحدث أيضا على المستوى الإداري لتقوية هذه البنية التحتية ومواصلة التطور. ونشاهد في اليوم العديد من اللاعبين في كولومبيا الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية. سينيور فرانسيسكو، الأسئلة اللي جاية أسئلة سريعة، وهبدأ بما أن احنا بدأنا كلامنا وحوارنا من الصورة اللي وراك واللي بتجمعك بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه. بيليه ولا مارادونا؟ إذا سمحت لي أريد أن أذكر شيئا سريعا. عندما وصلت إلى إسبانيا كان هناك الهوس الخاص بمن أفضل، بيليه أو مارادونا، وهذه ليست هي الفكرة في من أفضل منهم. كان هناك لاعبين آخرين مثل ألفريدو دي ستيفانو، ولكن كل هذا يقودك إلى النهاية، وهي أن المقارنات ليست جيدة، لأنك تقارن بين، لا يمكن أن تقارن بين حقب مختلفة. مارادونا كان الأفضل في حقبتي وبيليه. هي مش مقارنة بالتأكيد الاثنين، يعني وأضيف عليهم فرانس بيكنباور، وأضيف عليهم يوهان كرويف، وأضيف عليهم إيزيبيو، بالتأكيد في أساطير ما حدش يختلف عليها، لكن لكل وجهة نظره. أنا بسأل عن وجهة نظر أو عن رأي بالنسبة لفرانسيسكو ماتورانا، مين الأفضل بالنسبة له في التاريخ، بيليه ولا مارادونا؟ أحب الاثنين، أنا أحب الاثنين كثيرا، لا يمكنني أن أقارن بهم، ولكن يمكنني أن أقول أولا مارادونا. ميسي ولا مارادونا؟ أعتقد أن الأرجنتين محظوظة بأن تمتلك الاثنين. بيب جوارديولا ولا كارلو أنشيلوتي؟ أعتقد أن بيب يمتلك أفضلية أكبر، الاثنين من كبار المدربين، ولكني أعتقد أن بيب جوارديولا، ولكن إذا اخترنا بين الأفضل فأعتقد أنني سأختار بيب، ومع الاثنين أمتلك علاقة قوية مع الاثنين، ولكني سأقول بيب. مانشستر سيتي ولا إنتر؟ كرة الأمر لم ينتهي بعد، يجب أن تلعب في كرة داخل المستطيل الأخضر. النظريات تقول أن مانشستر سيتي بالطبع هو المرشح الأفضل، ولكن هذه المباراة النهائية لم تلعب بعد، وفي كرة القدم كل شيء وارد. فرانسيسكو ماتورانا، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا بوجودك معنا في السادسة على شاشة الأهلي. كل الشكر ليك على مشاركتك وعلى وقتك. أسطورة كرة القدم الكولومبية طبعا فرانسيسكو ماتورانا، مدرب منتخب كولومبيا ومدرب أتلتيكو مدريد السابق. وزي ما قال كده أو ختم كلامه الحقيقة بالكلام على فكرة أنه لما سألته على السيتي ولا الإنتر، وقال أنه كل النظريات وكل الآراء وكل المحللين بيشوفوا أنه السيتي، وأنا منهم على فكرة، بشوف أنه السيتي فرصه أكبر بكتير جدا من الإنتر في حسم اللقب وتتويج بالنسخة دي من تشامبيونز ليج، لكن في نفس الوقت بشوف أنه نفس الآراء دي ونفس النظريات دي بتمثل بالنسبة للإنتر ألف دافع ودافع أن هم يحافظوا عن فرصهم، وأن هم يحافظوا عن اسم النادي بتاعهم، وهم ويدافعوا عن أسمائهم هم شخصيا، ويحققوا اللقب بالعند في كل الآراء اللي قالت أنه السيتي هو الأقدر والأفضل. على كل الأحوال جولتنا مع اللعيبة المصرية في الخارج، فقرة الجي بي اس هتكون معنا في السادسة، لكن بعد فاصل سريع.